باسم بيقول لي بصلي وبدعي بس بحس ان صلاتي ودعائي مش مستجاب لاني بتلخبط كتير. اتلخبط براحتك، اتلخبط براحتك. وكان سيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تفسيره للحديث الماهر بالقرآن اللي بيقرأ القرآن بالأحكام ويعني تمام، مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة يعني الكرام المقربين من ربنا، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يتتعتع في بيتهته في القرآن له أجران. يا سلام، ليه أجران؟ قال لك لأن في أجر مجاهدة النفس وبيحاول يقرأ، وفي أجر تاني أجر القراءة نفسها. وشبهه بالطفل الصغير اللي ما بيعرفش يقول مية فتطلع منه كلمة زي إمبو مثلا، فتطلع زي العسل. عارفش يقول السين فيقولها فيه، مش عارف ينطق الكلام، وأول مرة ينطق فأهله يقعدوا يسجلوا له ويصوروا وينبسطوا وهو مش عارف يتكلم لأنه طفل. فأنت وأنت بين يدي الله أنت عبد مش عارف تتكلم وبتتلخبط، ربنا سبحانه وتعالى قريب منك، عليم بحالك. عليم بحالك دي زي حاسس بيك، بس احنا ما نقولش ربنا حاسس، نقول ربنا عليم بحالك. فاطمئن ومقبول إن شاء الله.